خلال زيارته لسوهاج، الرئيس السيسي يوجه بتوفير الدعم اللازم للمشروعات الشبابية، ويؤكد أن الدولة استفادت من خطوات الإصلاح الاقتصادي. رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن حجم الاستثمارات في سوهاج منذ عام 2014 بلغ 102 مليار جنيه. رئيس مجلس النواب يؤكد دعم استقرار الدولة الليبية، ورئيس مجلسي النواب والرئاسة الليبية يشكران مصر على جهودها في حل الأزمة الليبية. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية تقدير واعتزاز لجميع الشعب المصري العظيم الذي يثبت كل يوم أن جذوره الراسخة في أرض التاريخ تلهمه ثبات الخطوات نحو المستقبل بإرادة صلبة وعزيمة راسخة. وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية في سوهاج أنه يشعر بالفخر بالإنجازات التي تحقق الحلم الكبير للوطن. وأود أن أغتنم هذه الفرصة الطيبة كي أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لجموع الشعب المصري العظيم، ذلك الشعب الأبي الكريم الذي يثبت كل يوم أن جذوره الراسخة في أرض التاريخ تلهمه ثبات الخطوات نحو المستقبل بإرادة صلبة وعزيمة راسخة. السيدات والسادة، أهلنا الكرام في صعيدنا الطيب، إن الفخر قد بلغ بي مبلغه ونحن نشهد اليوم معا تلك الإنجازات تتحقق، والحلم الكبير لوطننا قد بدأت ملامحه تشكل واقعا ملموسا على الأرض. وقد كانت هذه الإنجازات ممتدة جغرافيا ومتكاملة قطاعيا وبتخطيط محكم ومصنوعة بسواعد مصرية قوية وقادرة على إحالة الحلم لحقيقة وصناعة الأمل بالعمل. قال الرئيس السيسي إن الحرب الأوكرانية الروسية تقترب من عامها الأول، وهي الحرب التي زاحمت وباء كورونا في تأثيراته السلبية على الاقتصاد العالمي. وأضاف الرئيس السيسي إن مصر واجهت هذه التداعيات بثبات وقوة، واستفادت من خطوات الإصلاح الاقتصادي التي شرعت فيها الدولة وانعكست آثارها على قدرتنا في مواجهة تلك الأزمة العالمية. تقترب الحرب الروسية الأوكرانية من إتمام عامها الأول، وهي الحرب التي بدأت وزحمت وباء كورونا في تأثيراته السلبية على الاقتصاد العالمي، وضعفت منها ولم ينج من تلك الآثار قاد أو دان، وعانت الاقتصادات العالمية معاناة كبيرة تسببت في تداعيات سلبية على كل دول العالم. وفي مصر واجهنا ولا نزال هذه التداعيات بثبات وقوة، مستفيدين من خطوات الإصلاح الاقتصادي التي شرعنا فيها وانعكست آثارها على قدراتنا في مواجهة تلك الأزمة العالمية. وقد كانت فلسفة إدارة هذه الأزمة قائمة في المقام الأول على بذل الجهود لتقليل آثارها المباشرة على المواطن من خلال تنفيذ سلسلة متكاملة من إجراءات الحماية الاجتماعية. وأكد الرئيس السيسي أننا سنمضي معا لصناعة مستقبل باهر يليق بتضحياتنا يفتخر به أبناء الشعب، ونقدمه للأبناء والأحفاد. وأنني أؤكد لكم بكل صدق وتجرد أننا ورغم كل الصعاب سنمضي معا ليس فقط لعبور الأزمة، ولكن لصناعة مستقبل باهر بإذن الله يليق بتضحياتنا ونفتخر ونحن نقدمه للأبناء والأحفاد.
إنني أتحدث إليكم وأنا على يقين في قدرات أمتنا وثقة في أبنائها وأمل في مستقبلها. ومصر الوطن العظيم الذي علم الدنيا ومن عليها كيف تصنع الحضارة والمعجزات، قادرة بنا على كتابة التاريخ مرة أخرى بصياغة مصرية وطنية، وبسواعد أبنائه ستتحقق الأحلام، وبإرادتهم سنجتاز التحديات، وبنا جميعا بإذن الله. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يجب أن نسعى نحو أحلامنا وأن نصدق أننا نستطيع تحقيقها. وخلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية والتنموية بمحافظة سوهاج في إطار استراتيجية تنمية الصعيد، وجه الرئيس السيسي بتوفير الدعم اللازم للمشروعات الشبابية. يعني نحلم ونجري على حلمنا ونصدق ونإيه؟ نصدق إن ممكن يحصل فيه نجاح. مش نقول إيه؟ طب ماشي، يعني تلوين صورة، يعني انتوا واقفين قدامي كده وبتقولوا أنا لا. قبل ما تمشوا الدعم موجود، والأرقام اللي ما تتخيلوهاش موجودة، وبقول لكم كده يعني كل واحد هيحتاج إيه مثلا؟ 1 2 3 عشان الكلام اللي بتقولوه يطلع ويبقى فعلا مش بس ينجح كفكرة، لا ينجح كمشروع، ينجح كمشروع. من أول كلام اللي قاله سمويل واللي دايما محمد والزملاء اللي اتكلموا كلهم، والزميلات طبعا أو بناتي يعني أو كده اللي اتكلموا كلهم، لا احنا جاهزين. وانتوا واقفين كده قدامي هقول مبدئيا كده اهو، الأرقام اللي انتوا بتحلموا، لا مش بتحلموا، ما تحلموش، هتتوفر لهم مش من جيب الحكومة. طب ليه مش من جيب الحكومة؟ لأن أنا مرتب ترتيبات تانية. الحكومة يعني ما تزعلوش، ما تزعلش يا دكتور مصطفى، الدكتور مصطفى والحكومة مطحونة جدا. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن موقف مصر سيتغير إذا تشاركنا السعي في تحقيق أحلامنا كأسرة واحدة. وأضاف الرئيس السيسي أنه دائما ما يتحمس للفكرة لأنها قادرة على حل مشكلة لا نستطيع حلها بالمسار التقليدي. السعيد لكان مهمش ولا متنسي، البلد ما كانتش قادرة بس. وأنا عارف بقول لكم كده ليه؟ عشان إحنا لازم نحترم عقول بعض، ونبقى موضوعيين وصادقين في التقدير والتقييم لواقعنا، ونعرف ليه احنا واقعنا كده. واقعنا كده لان البلد مش قادره. البلد ايه يا دكتور مصطفى؟ مش قادره وما كانتش قادره. طب اللي بيتعمل ده قبل كل شيء توفيق ربنا سبحانه وتعالى، وثانيا هو محاوله لتطوير الفكر زي ما انتم بتفكروا كده. عشان كده وانتوا بتفكروا تلاقيني ان انا ايه متحمس قوي ليكم. انا متحمس دايما للفكره، لان الفكره ممكن تحل مساله بالمسار التقليدي ما تتحلش، والفكره تنجح بالمسار التقليدي ما تنجحش، وبالفكره توفر بالمسار التقليدي ما تمولش. الفكره كده، البلد اللي ظروفها والناس اللي ظروفها مش متأثرة قوي ما عندهاش غير الحلم والفكرة والعمل. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية العمل التطوعي الذي يعد ركيزة أساسية ومحورية للارتقاء بالمجتمع المصري وتحقيق خطط التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال جولة تفقدية للرئيس السيسي في قرية أم دومة، إحدى قرى حياة كريمة بمركز طمع. كل سنة وانتم طيبين، وسعيد ان انا التقي بيكم، وسعيد بجهودكم اللي انتم بتعملوه هنا. بس تحيا مصر ان شاء الله بيكم، وان شاء الله ان شاء الله. بس خلي بالكم احنا لسه المشوار ده اول مرحلة.
لسه في مرحلة تانية ومرحلة تالتة، وعدنا مع الناس في ريف مصر كله إن إحنا هنعمل الثلاث مراحل، بس بيكم إن شاء الله وبكل اللي بيتطوع أو كل اللي بيعمل معاكم، يعني بوجه له الشكر وبوجه له التحية وبقول له أنتوا بتعملوا حاجة جميلة قوي، بنعمله لبلدنا ولأهلنا اللي ما كانش عندهم أمل قبل كده، لكن إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بيكم وبفضل الله قبل مننا كلنا نخلص المراحل. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. سعيد ان انا اشوفكم والله. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، اهلا وسهلا بيكم. طب استريحوا، طيب من فضلكم استريحوا، من فضلكم. متشكر متشكر، تفضل. كل سنه وانتم طيبين. متشكر جدا، متشكر. ما الصعيد يا جدعان. امال ايه؟ الصعيد يا جدعان بجد اهل عزه واهل كرم وأهل شهامة وأهل مروءة، يعني هم زيادة شوية. والله احنا خدنا انت كفاية نصقت على الإرهاب، ويوم الإرهاب أنا والله كنت أنبيت نبكي للصبح، والله واشهد على ربي جبالك أنت وعلى اللي شفته من الحمد لله على كل حال. والله العظيم اللي حمى مصر ربنا. والله العظيم اللي حمى مصر ربنا. أنا بحلف وهو يعلم ما في نفسي. يعني أولا اللي بتعمل ده مش فضل ولا منه، ده من عند ربنا قبل كل شيء، ثم ده حق الناس، ويا رب يعني يعيننا ونعمل أكتر. بحبك يا ريس. شاكر جدا، شاكر. 5 يناير ده هيبقى عيد قومي أول لسوهاج لن يمحى من الذاكرة. بشكر حضرتك على حاجتين. اولا دعم المراه يا فندم اللي تمكنت في كل المجالات. تاني حاجه بلدي سوهاج اللي الله اكبر دخل التطوير في شتى المجالات يا فندم. احنا نظمنا نفسينا بشكل مختلف شويه وربنا وفقنا لده، فالامر كله مش لينا، ليه هو. نقول له يا رب تاني وزياده، واحنا نعمل كل حاجه حلوه. احنا سعداء ان احنا شفناكم، وكل سنه وانتم طيبين. وان كان عليا انا الف الدنيا واجي للناس واقعد معاهم كده، ان كان عليا انا احب اكون كده قاعد كده، اصل انا واحد بسيط يعني. مش متشكر، متشكر. 8 سنين من حكم الراجل مش 30 سنه ولا 80، عمل حاجات عايزة لها سنين. قوى شرطة، قوى جيش، ظبط لنا منظومة العيش. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن حجم الاستثمارات في سوهاج منذ عام 2014 بلغ 102 مليار جنيه. وفي كلمة خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في سوهاج، أشار مدبولي إلى أن تحسين جودة حياة المواطن على رأس أولويات الدولة. إن حجم الاستثمارات اللي تم ضخها في محافظات الصعيد على مدار 7 سنوات الماضية بلغ 1.5 تريليون جنيه، من إجمالي 7 تريليون جنيه اللي الدولة المصرية استثمرتهم أو لسه بيتنفذوا النهاردة على مستوى الجمهورية. يعني ببساطة تقريباً ربع حجم الاستثمارات الكلية اللي الدولة المصرية أنفقتها جه لمحافظات الصعيد.
لو حبيت أركز على محافظة سوهاج اللي احنا كلنا النهاردة سعداء بوجودنا على أرضها، الحقيقة فندم إن حجم الاستثمارات المنفذة واللي جاري إنهائها في محافظة سوهاج اعتباراً من منتصف 2014 لحتى ديسمبر 2022 تجاوز 102 مليار جنيه في الست محاور الرئيسية اللي قدام حضراتكم، سواء الصناعة، سواء النقل والمواصلات، الخدمات التعليمية، الخدمات الصحية، الإسكان والمرافق الأساسية، والحماية الاجتماعية ومشروعات حياة كريمة. كما أوضح رئيس الوزراء أن محافظة سوهاج كان لها نصيبا كبير في مشروعات الإسكان بأكثر من 23 ألف وحدة إسكان، سواء إسكان بديل أو إسكان كل المصريين، وذلك بمختلف مستوياته بتكلفة تجاوزت 3.7 مليار جنيه. محافظة سوهاج كان لها نصيب أكثر من 23 ألف وحدة إسكان، سواء إسكان زي ما هنشوف بديل للمناطق الغير أمنة أو إسكان سكن كل المصريين بمختلف مستوياته اللي اتبنوا بتكلفة تجاوزت 3.7 مليار جنيه. منهم كان مشروع معروف جدا، منطقة اسمها منطقة الدريسة والسماكين، ودي منطقة كانت يعني الصورة اللي على اليمين قدام حضراتكم ده كان شكل المنطقة، ودي كانت واقعة على نهر النيل مباشرة، وكان بيقطنها يعني أهالينا البسطاء، بعضهم كان بيعمل في حرفة الصيد والبعض الآخر في بعض المهن البسيطة. الدولة تدخلت أزالت المنطقة وأعادت بنائها في نفس المكان بالرغم من شدة تميزه، موقع على النيل مباشرة، وسكننا ورجعنا أهالينا في هذه المنطقة مرة أخرى. وللمزيد حول افتتاحات السيد الرئيس السيسي بسوهاج اليوم ينضم إلينا من سوهاج مراسل التلفزيون المصري محمد رفعت. بعد التحية انقل لنا الصورة لديك. نعم بالفعل، منذ قليل أنهى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته لمحافظة سوهاج بافتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية الهامة في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. البداية كانت من قرية أم دومة في أقصى شمال المحافظة باعتبارها أول قرية نموذجية يتم افتتاحها ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. هذه المبادرة التي تضم 181 قرية في محافظة سوهاج بإجمالي استثمارات تتخطى 40 مليار جنيه. هذه القرى بيتم تنفيذ حزمة من المشروعات فيها 25 قطاع من المشروعات بيتم تنفيذها في هذه القرى. لدينا 2656 مشروع خدمي متنوع بيخدم حوالي 3 مليون مواطن من أهالي هذه القرى. الافتتاحات شملت أيضا افتتاح محور طمة على النيل بطول 7 كيلومتر وحجم استثمارات بلغت 50 مليون جنيه. هذا المحور الهام يربط الطريق الصحراوي الغربي بالطريق الصحراوي الشرقي عبر الطريق الزراعي ونهر النيل، ومن ثم سوف يسهم هذا المحور التنموي الهام في تنشيط حركة التجارة داخل المحافظة والحركة أيضا السياحية، خاصة أن محافظة سوهاج تمتلك 4 مناطق صناعية بالإضافة إلى المناطق الأثرية الهامة. الزيارة الهامة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة سوهاج اليوم شملت أيضا افتتاح مصنع مجمع الصناعات الصغيرة في غرب جرجا. هذا المجمع وهو واحد من 15 مجمع صناعي تم افتتاحهم في الفترة الأخيرة على مستوى الجمهورية. هذا المجمع بيضم 178 وحدة صناعية بتكلفة تجاوزت مليار جنيه، ويوفر حوالي 14 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. الزيارة الهامة أيضا شملت تكريم عدد من رموز أبناء محافظة سوهاج ممن كان لهم يعني إسهامات هامة داخل المحافظة،
على سبيل المثال تكريم أسرة الشهيد البطل نبيل فراج شهيد الشرطة، وأيضا تكريم نجل فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الشريف. السيد الرئيس اختتم زيارته لمحافظة سوهاج بافتتاح المشروع العملاق ومشروع مستشفى سوهاج الجامعي التعليمي. هذا المشروع اللي يعتبر من أهم المشروعات في قطاع الصحة مش بس في محافظة سوهاج ولكن في محافظات جنوب الصعيد، واللي تكلفت أعمال الإنشاء تقريبا 2 مليار جنيه فيما يخص، يعني إذا ما أضفنا موضوع الفرش والأجهزة الطبية المستشفى بها 300 سرير بالإضافة إلى غرف للعمليات والجراحات الدقيقة التي كانت يعني تنقص المنظومة الطبية هنا في محافظة سوهاج. أشكرك شكرا جزيلا محمد رفعت مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من سوهاج. توجه المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتقديم التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وخلال اللقاء أكد المستشار دكتور حنفي جبالي أن أعيادنا الدينية تعد رمزا للحب والتسامح والترابط بين أبناء الشعب المصري مسلمين ومسيحيين، كما تعد دليلا على وحدتنا الوطنية، داعيا الله عز وجل أن يرعى وحدتنا وأن يديم ألفتنا وأن يحفظ الله وطننا الغالي مصر تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. من جانبه أعرب البابا تواضروس عن خالص امتنانه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق له في هذه الزيارة الكريمة التي تعبر عن روح المحبة والسلام بين أبناء وطننا الحبيب. كما قام المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بزيارة لمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. ومن جانبه وجه قداسة البابا تواضروس الثاني الشكر لرئيس مجلس الشيوخ والوفد المرافق له. وأعرب رئيس مجلس الشيوخ خلال اللقاء عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة الغالية على قداسة البابا وجميع المصريين بموفر الصحة والعافية والتوفيق، وأن يحفظ لأبناء الشعب المصري مسلميه وأقباطه ترابطهم ومحبتهم، وأن يعم الخير والاستقرار والازدهار ربوع الوطن. أعرب وزير الداخلية محمود توفيق عن خالص تهاني وهيئة الشرطة بمناسبة عيد الميلاد المجيد. جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية مع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية لتقديم التهنئة للبابا ولجميع المواطنين المسيحيين. من جانبه أشاد قداسة البابا تواضروس الثاني بالجهود والتضحيات التي يبذلها رجال الشرطة في تحقيق أمن الوطن وأمان المواطنين، مؤكدا على تكاتف ومساندة أبناء الشعب لمؤسساته وفي مقدمتها منظومة الأمن المصري التي تطلع بدور وطني وتحمل رسالة نبيلة من أجل ترسيخ دعائم الاستقرار وحماية مكتسبات النهضة الحضارية التي تشهدها البلاد. هنأ وزير الأوقاف محمد مختار جمعة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وأشقاء الوطن بعيد الميلاد المجيد بمقر الكاتدرائية بحي العباسية بالقاهرة على رأس وفد دعوي كبير من قيادات الأوقاف. هذا وقد أكد وزير الأوقاف أن مصر تعد نموذجا فريدا في الوحدة الوطنية وترسيخ أسس العيش المشترك والإيمان بالمواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات. فمصر لنا جميعا وبنا جميعا، والمصريون نسيج واحد وعلى قلب رجل واحد. من جانبه أشاد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بجهود وزارة الأوقاف في نشر قيم التسامح وترسيخ أسس العيش المشترك بإدارتها لملف الوقف.
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة على تحقيق الإدارة المثلى للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والأصول المملوكة لها. وخلال اجتماع مع وزير قطاع الأعمال، اطلع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي لمشروع تطوير محالج القطن ومصانع الغزل والنسيج في عدة محافظات ضمن خطة الدولة للنهوض بهذا المجال الاستراتيجي الذي تحظى مصر بمزايا نسبية فيه، لا سيما المدخلات والخبرات الفنية المدربة. كما تناول الاجتماع تطوير واستغلال الأراضي المملوكة للشركة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، فضلا عن موقف تطوير عدد من المشروعات في مجال صناعة الألمنيوم. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأزيد من السعر الرسمي. وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 595 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 349 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 15 طنا. وفي مجال حجب الأرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط قرابة 326 طنا. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 8 أطنان. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 276 قضية، من بينها 118 قضية خبز ناقص الوزن و86 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 7 قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 307 أطنان. وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والجرائم التي تضر بالبيئة، حيث حققت العديد من النتائج الإيجابية. تتواصل الجهود الأمنية للتصدي للجرائم التي تضر بالبيئة والصحة العامة. في هذا الإطار تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية الأمن من ضبط مصنع بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن المنوفية لإنتاج وتعبئة المنظفات والمعطرات الصناعية بداخل كمية تزن أكثر من 104 طن مواد خام ومنتج نهائي مجهولة المصدر، وضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة البويات والدهانات بداخله أكثر من 34 طن مواد خام ومنتج نهائي مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية. وبالمنوفية أيضا تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 مصانع ومخزن بدون ترخيص للمواد الغذائية والمكملات الغذائية بداخلهم أكثر من 33 طن مواد خام ومنتج نهائي لمواد غذائية مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة، وقرابة 77 ألف عبوة منتج نهائي لمواد غذائية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، وأكثر من 12 ألف عبوة مكملات غذائية منسوب إنتاجها لشركات وهمية. وبنطاق مديرية أمن القليوبية شنت الإدارة حملة مكبرة للتفتيش البيئي على المنشآت للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية والصحية. أسفرت عن ضبط 7 قضايا تتعلق بمنشآت مخالفة للاشتراطات البيئية. وبنطاق مديرية أمن الشرقية أسفرت الحملات الأمنية التي تشنها الأجهزة الأمنية عن ضبط مصنع بدون ترخيص للأسمدة والمخصبات الزراعية بإجمالي مضبوطات 110 طن جبس زراعي مغشوش ومعبأ داخل عبوات منسوب إنتاجها لشركات وهمية. كما نجحت في ضبط مصنع وثلاجة للمواد الغذائية بدون ترخيص بداخلهما قرابة 20 طن مواد غذائية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنعين بدون ترخيص للمواد الغذائية بالقاهرة بداخلهما أكثر من 5 أطنان لحوم ودواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما تمكنت من ضبط 4 شركات ومصنعين للمواد الغذائية بدون ترخيص بالقاهرة بإجمالي مضبوطات بلغت 9 أطنان مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، وأكثر من 5 أطنان ونصف لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
الحملات الأمنية بالشرقية أسفرت أيضا عن ضبط مصنعين بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة الكيماويات المستخدمة في تصنيع الدهانات وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية بداخلهما قرابة 31 طن دهانات مغشوشة ومقلدة وخمسة أطنان مخلفات بلاستيكية ومصنعاتها مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، وكذا ضبط 31.5 طن أعلاف حيوانية بدون ترخيص وقرابة 1400 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر داخل مخزن ومحلين ومعرض بدون ترخيص. أهلا بحضراتكم من جديد. أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مصر تدعم استقرار دولة ليبيا التي تعد امتدادا للأمن القومي. وأوضح جبالي خلال مؤتمر صحفي مشترك داخل مقر مجلس النواب بحضور رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح ورئيس مجلس الدولة الليبية خالد المشري، أوضح أن مصر تدعم التسوية السياسية في ليبيا لإنهاء الأزمة الراهنة. تحرص مصر دائما على دعم سيادة واستقرار ليبيا باعتبارها امتدادا للأمن القومي المصري، ومصر تؤكد على دعمها التام للجهود التي بذلت من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة الراهنة، حيث استضافت مصر على مدار عام ونصف اجتماعات المسار الدستوري برعاية الأمم المتحدة، والتي توجت بالتوافق بين كل من سيادة المستشار عقيل صالح رئيس مجلس النواب الليبي وسيادة الأستاذ خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة على القاعدة الدستورية التي ستكون بإذن الله بمثابة نقطة انطلاق نحو بناء المؤسسات الليبية. نشرة السادسة متواصلة مع حضراتكم وتتابعون فيها. لمدة يوم واحد روسيا تعلن عن هدنة في أوكرانيا للاحتفال بعيد الميلاد. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر تعليمات لوزير الدفاع الروسي بوقف إطلاق النار في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد. ووفقا لهذه التعليمات سيتعين على القوات الروسية وقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة اعتبارا من منتصف نهار السادس من يناير الجاري، كما طالبت روسيا أوكرانيا بإعلان وقف إطلاق النار والسماح بحضور قداس عيد الميلاد. ومن جانبها أعلنت أوكرانيا رفضها مقترح الهدنة الروسي بوقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة بمناسبة عيد الميلاد، كما أكد المستشار الرئاسي الأوكراني أنه لم يكن من الممكن إعلان هدنة مؤقتة في أوكرانيا إلا عندما تغادر روسيا الأراضي الأوكرانية. أكد المستشار الرئاسي الأوكراني رفض كييف لأي اتفاق سلام مع موسكو من شأنه أن يسمح لروسيا بالإبقاء على الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها القوات الروسية. يأتي ذلك بينما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده منفتحة على الحوار مع أوكرانيا بشرط أن تقبل كييف الوقائع الجديدة على الأرض، كما جدد بوتين التأكيد على شرط أن تمتثل السلطات في كييف للمطالب المعروفة والتي تم التعبير عنها مرارا، وذلك في إشارة إلى الورقة الأمنية التي طالبت بها روسيا أوكرانيا نهاية العام الماضي. Но на вас, на вашу защиту надеются живущие там люди, граждане России. И ваш долг сделать все необходимое.
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يانس ستولتنبرغ إنه من الخطورة التقليل من شأن طموحات روسيا فيما يتعلق بالحرب مع أوكرانيا. وخلال حضوره المؤتمر السنوي لاتحاد المؤسسات النرويجية، أضاف ستولتنبرغ أنه لا يوجد ما يشير إلى تغيير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خططه وأهدافه في أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا حشدت 200,000 جندي إضافي بالفعل، ومشددا على مواصلة الدول الغربية دعمها العسكري لأوكرانيا لمنع روسيا من تحقيق أهدافها العسكرية والسياسية. تراجعت الأسهم الأوروبية بعد صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر الماضي، والذي أظهر تمسك البنك المركزي الأمريكي بكبح التضخم. وتراجع المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 0.3% بعد أن صعد بأكثر من 3% في أول 3 جلسات من العام الحالي. أظهر محضر الاجتماع أن المسؤولين يساورهم القلق من أي تصور خاطئ في الأسواق المالية بتراخي التزامهم بمكافحة التضخم، على الرغم من أنهم اتفقوا على وجوب أن يبطئ البنك المركزي وتيرة تشديد سياساته النقدية. قدرت وزارة الاقتصاد الأوكرانية بشكل مبدئي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا في عام 2022 عند مستوى 30.4%. وأضافت الوزارة أن العام الماضي شهد معاناة الاقتصاد الأوكراني من أكبر الخسائر والأضرار في كامل تاريخ الاستقلال بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وتوقعت الحكومة الأوكرانية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1%، وأن يتباطأ معدل التضخم إلى 22.5% في العام الحالي. ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ السناتور الجمهوري ميتش ماكونيل تطورات الأوضاع في أوكرانيا من بين قضايا أخرى تتعلق بالسياسة الخارجية. وقال بايدن إنه تحدث مع ماكونيل بشأن تطورات السياسة الخارجية الأمريكية والأوضاع في أوكرانيا. وكان الكونغرس الأمريكي بمجلسيه قد أقر مشروع قانون ميزانية الدولة الذي يتضمن حزمة مساعدات واسعة النطاق لأوكرانيا بقيمة 45 مليار دولار تقريبا. ونتحول معكم الآن لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية مع محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا أميرة، شكرا ليلى، وتتابعون معنا أبرز الأخبار الاقتصادية محليا وعالميا. ذكرت وزارة الكهرباء أنه من المستهدف استثمار 100 مليون جنيه خلال العام المالي 2022 و2023 لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية. وأوضحت الوزارة أنه تم تنفيذ 68 من خطة العام المالي حتى الآن، منوهة بأنه لمجابهة الزيادة في عدد المشتركين وزيادة الأحمال وتحسين جودة التغذية الكهربائية، اتخذت الدولة عدة محاور لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة نهاية الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات وسط أحجام التداول المرتفعة،
ووصل رأس المال السوقي لمستوى 1.33 من الألف تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 16,002 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 33% ليغلق عند مستوى 2921 نقطة. وصعد مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 67% ليغلق عند مستوى 4368 نقطة. في أسواق البترول العالمية، انتعشت أسعار النفط بعد انخفاضها أكثر من 7 أو 9% في مستهل العام الجديد في أسوأ بداية سنوية منذ أكثر من 30 عاما. وارتفعت العقود الآجلة لخامبرنت 59% إلى 78 دولارا و43 سنتا للبرميل. وفي حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69% إلى 73 دولارا و53 سنتا للبرميل. كذلك صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.15% لتصل إلى 3.03 دولارات للتر. وفي المقابل انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 8.6% لتسجل 3.08 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت معظم مؤشرات الأسهم الخليجية الرئيسية على انخفاض بعد أن بث محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي برسائل تميل لتجديد السياسة النقدية. نهاية أخبار اقتصاد، عود من جديد إلى أميرة وليلى. شكرا لك محمد. انتهت نشرة السادسة من التلفزيون المصري، ولا يتبقى سوى تذكرة بأبرز عناوينها. خلال زيارته لمحافظة سوهاج، الرئيس السيسي يوجه بتوفير الدعم اللازم للمشروعات الشبابية، ويؤكد أن الدولة استفادت من خطوات الإصلاح الاقتصادي. رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن حجم الاستثمارات في سوهاج منذ عام 2014 بلغ 102 مليار جنيه. ورئيس مجلس النواب يؤكد دعم استقرار الدولة الليبية، ورئيسا مجلسي النواب والرئاسة الليبيان يشكران مصر على جهودها في حل الأزمة الليبية. وبختام العناوين نصل معكم لختام نشرة السادسة. دمتم في أمان الله.